كنا صوب طرابلس وجينا بعلبك قال جوازك يا ابو علي قلت له جاهد مولانا مش انت ما عطوناش الفيزا بالسفاره معقول فيزا بالسفاره طلعنا على المطار اجى تبع السفاره يعطينا فيزا بالمطار انا وعباس بدر الدين الله يرحمه زعلني وصلت اني بشنتي مش معي خلص ما عادش فيزا بشنتي مش معي معيش باسبور اعطاني فيزا بالمطار عباس بدر الدين زعل قال لي مش قلت له مش رايح انا قال لي يا ابو علي ما حدا رايح معنا قال لي الشيخ محمد يعقوب معلش يا ابو علي خليه راحوا علي بعد قال لي قابلنا ثلاث ايام قال لي ثلاث ايام احنا الخميس بنكون هون قال لي ابو علي سيبوه سمعت خبر قلت له ما معقوله قال لي ما قلت له بده يجي الرياض هو قال لي وين بده يجي اذا انا ما اتصلت هو بيتصل فينا هو مش معقوله عاملين له لعبه للسيبوس حضرتك بتزعل لأنك ما رحت معه ما توفقت بالسفرة معه؟ ايه زعلت زعلت وظليت يومين ابكي ظليت يومين ابكي ليش ما رحت كنت حابب تروح معه حتى لو انت عارف انه حيختطف بس على فرض انك هل شو ما صار معه مش احسن منه انا يا شو انا احسن بالسيد يا بابا السيد موسى ما كان يفكر حدا ضده بالعالم لأنه ما كان عنده غدا غالي على حدا أبداً أبداً كلمة المنيحة ما بحكيش إلا كلمة المنيحة مع الناس شو ما قال شو ما عملوا لكن هذه مؤامرة